في اخر كم شهر اشتهرت بثوث التيك توك وصارت سالفه في كل مجلس. ليه اشتهرت وش سالفتها؟ كل اختصار هي بث مباشر ولكن عباره عن تحديات واحكام، يعني زي عقبات عندنا في اليوتيوب. يدخلون اثنين ويبثون في نفس الوقت ويصير بينهم جوله، اللي يفوز بالجوله يحكم على الثاني ثلاث احكام، الخسران يختار حكم واحد ينفذ. زي مثلا تدف جدار او مثلا تكلم مكيف. طبعا كل هذه الاحكام المعتوهة اتوقع ما تلقاها الا في بثي، واكيد بتصير مواقف تضحك ومواقف تفشل، فلذلك بنشوف ليش اشتهرت بثوث التيك توك. ابيكس ليجند كنا لعبها بلاي ستيشن او حتى بي سي، واخيرا الحين صارت على الجوال. ولا باللغة العربية. وعلى فكرة بيكون فرصة للتسجيل المسبق، أول ما تدخل على الصفحة راح تشوف الجوائز والأشياء القوية والمكافآت اللي راح تجيك إذا بس سجلت. وكيف تسجل؟ بكل اختصار تدخل هنا عندك إذا أندرويد أو عندك نظام الآي إس، أنا عندي نظام الآي إس، تضغط عليها على طول. أما تدخل على صفحة التسجيل راح يكون في البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد ومنطقتك والمعلومات بسيطة جدا، سجل حط معلوماتك. لا تنسون تكملون تسجيلكم بالدخول على الرابط اللي في الوصف حق الديسكورد في روم باسمي ولكم كلكم. قبل ما ندخل الفيديو ابيك تكتب لي في التعليقات وش افضل شخصيه تلعب فيها في ابيكس ليجند. ما طال عليكم روح الفيديو. دخلت فضفض وخوفها اكثر. يا كثير قاعد توتر. فا يا عيال يلا خلينا نشيل التوتر. كيف؟ في عندي شباب هنا يشيلونك يشيلون توترك شيل. ابشر والله بسعد. وش علميني وش الاشياء؟ ايش محتاجه انت؟ عندي موعد اسنان اليوم وانا اخاف من دكتور الاسنان. سوي الساعه كم؟ لاني اخلف الساعه كم؟ اشوف تخافين ولا الساعه كم؟ بعد الفطور يعني الساعه 8 9 10. بعد الفطور لا حقك تخافي. ليش؟ ما ادري بس حبيت اضخم الموضوع لو نفس الشيء قبل بعد يعني بس عشان اكون معك يعني في المود. طيب الشيء الثاني انا اوريدي خايف من اسنان. تقعد لا هذا ما قلت شيء؟ لا بزر لا 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 هستور بزر على فكره بس جامد صراحه. هذا التعليق مكتوب عجبتك السوالف. حسابك الجديد؟ ايه هذا حساب جديد الاول سبيت مشهور وتبنت صريح. ابشر ابشر احلى فول. وبعد بسوي لي حساب ثالث ناوي سب مشهور بعد. مريض انا. اعطي سب يا اخي. ما احبه يا عم. احبه يا اخي. نشبه في الحل. كيف نشبه في الحل يا اخي؟ كذا وجه وجه طلعت على منو اللي سبيته؟ يغمض يغمض. منو اللي سبيته؟ منو؟ جبتك السوالف يا عم ها؟ جلس تربع. شوف السوالف جازت لك يا عم. انا طالب طلبه تعلمني منو اللي سبيته. دور مشاكل مشاكس مشاكس. دور مشاكل يا عم. لا تكفى علمني منو اللي سبيته. صح صحت الحين يا عم ها؟ استلمه استلمه. لا اله الا الله. اللي سبيتي لا اله الا الله. والله انا سبزر. لا اله الا الله. صح صحت يا عم ها؟ انا سبيتي. انت اللي سبيتي. سبيت ماجد العنزي. شو كيف قام ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 سبني انا ولا تسب ماجد العنزي. يا عم لحق على الدعم بعدين. ها؟ حسابك الجديد. ايه هذا احس انس بزر. والله بزر بزر بس ضحكني جامد. اوكي نشوف هذا كليب اثنين حتى ما خلصوا المدح. لا والله اليوم دخلت مع اليوم داخل مع عيال بس كفو خلاص توبه. لا لا دي قبل قصدي قبل هذا عمل وحده قاص ابوي يحسبه ولد. والله انا صار معي ذا الموقف يا جماعه اني دخلت احسبه ولد في نص لاط طلعت من هذا الكلب يقول فجرها الولد. دنو انصدمت الحين. دنو هذه اوكي قولي. اسمه شهر. اقسم بالله شهر فيك راسك عادي. قبل قبل لا تقولها قل علي. الكلام بيني وبينها يا غير غمضنا. تسمع الو الو؟ لا ما اسمع. تسمعني؟ لا ما دام هم ما يسمعون اسمي ايش رايك تتركي مشاعري وصير احببه؟ احببه؟ انت لا انت لا ترى والله ما بعليكم على اللي يقول ما ابو شلتين اللي قاعدين نشوفه يا شباب. يعني كان وقتها اللي عيرنا يا حبيبي فلان احنا نعصب ونصيح. والحين احببه؟ اللي بعد اللي بعد قيل خربان بايظ قوي قدمتها. خلينا نشوف. احس اني انا مقرفه؟ احس لا متيقن. والله ما لومه. وش السؤال؟ ليش سألتيني؟ والله سؤال صعب.
حقها وما جاها، ما لنا دخل. اللي بعده شنو الخواتم؟ شنو الخواتم يخبين؟ واحد هنا واحد هنا بس، وهذا اصلا كل شويه انقله في مكان. 18 سلسال. لا والله سلسال واحد، لو تعدى من عندي يمكن اوقفك واشتري. يلا انا عارف انك انت مو جاي عشان تقول كذا. انقلع هستار زينوم. لا غلط غلط، اثقل اثقل هاستور اثقل غلط. هذا الفيديو حكم بعنوان اندل حكم في التيك توك، خلينا نشوف. بسم الله. تستهبل بعيد من جديد، من الحين اقول لك 10 مرات. يلا عادي اجلس. صح، مين الخصم الطقاعي؟ لبيه. لا سوي، ما احسك فخور، ما احسك فخور، ما احسك فخور سوي. انت تبغاني يعني فخور ولا تبغاني مود؟ اك فخور كذا كطقاعي، عرفت؟ اعطيني كذا ستاني كطقاعي. مين الخصم الطقاعي؟ لبيك. ايوه فخور فيك طقاعه. ايوه هذا اسمه اللي عرفه. مين مطقاعه هستوري؟ نذر النهنا. مين خروب بن زايد؟ علي بالحرام انا بس. مو صاحي سوي، مو صاحي والله. لا لا ابي لف سريع مره. اقوى السلام. 10 دخل. استور قال لهم هذه البنت روحي ادخلي في الدولاب هذا من باب ان هذا الحكم عليها، وما تطلع لين ينادي صوت لها. صوتك لازم صار عشان تسمع. كلمي استور. ها حررني. مرة ثلاث مرات بس بس اسعد امك والحين خلوه يفوز على طول. قطع الله ذا الايد الوسخة يا قليل الادب. والله العظيم غدربة، والله غدربة. أبيك تقوم الواحد جالس وتقول له لو سمحت ممكن أذوق، لأنه إذا عجبتني أبطلب زيها. كلهم نفسين. يلا الحكم الثاني. الحكم الثاني غسالة في هنا جاني أسد، غسالة في المطعم هنا قدام الله وخلقه. كم نفذ بارك الله فيك. طيب الحكم الثالث. الحكم الثالث تقوم الواحد ما تعرفه بس تخلي الجوال كذا على وجهك، المهم انه ما يشوف، تقول له لو سمحت انت عبد الله، اذا قال لك لا قل يا اخي مشبه عليك، المهم خذ حوار معه. حلو هذا حلو. السلام عليك، انت اسمك عبد الله؟ عمر. انا مشبه كذا من اسمك. خلاص كذا هذا في تحدي في التيك توك تعرفه على طول. واحد اسمه سويمي وصخ دائما عنده داعمين كثيرين قوي. شكرا لك يا عبد الله. عمر انقل حكمك بايخ، تدري رحت لمين كاشير؟ عارفه بعصم الحكم. الحكم الثالث تركب مع اي واحد بدون ما تكلم. افتح باب واركب على طول واقعد، لا تسولف معه، لا تسولف. لخم امه حكم جامد. مشى مشى. حكم جامد. عبيت الحكم. شنو مشى؟ لا ضابط الدور والله، ضابط الدور قول لي لفه العرض والله، ضابط الدور الولد اهني. لا مسوي مجنون يتلفت. الحكم جامد واللي نفذ اجمد. الحكم الثاني. الحكم الثاني ابى اشغل لك موسيقى راب. ايوه تقرا الكومنتات اللي عندي. يلا ثاني سلبة ثاني اذا بديت بقول لك زي كذا. لا انت ارتج راسي حي ذلع. يلا جاهز؟ يلا جاهز. روح هثور عمي رغودة فهد مطحس روسي تاج أميرة ياسر أحمد غالي أحمد غالي هشتغور يشبه.